أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن فتية شبيبة من شبيبة الإيمان الصحيح عزم حاكمهم على قتلهم إذ كان يقتل الموحدين ولم يقبل لهم كلمة بينه وبين قومه، فما كان من هؤلاء الفتية السبعة إلا أن هاجروا تلك البلاد وخرجوا منها فارين بدينهم، فآواهم الله تعالى بتدبيره وتيسيره إلى غار فيه كهف في جبل فدخلوه ومعهم كلب كان يماشيهم ويمشي معهم، فبسط يديه عند باب الغار ونام وناموا 300 سنة و9 سنين. قولوا آمنا بالله. 309 سنوات وهم نائمون ويتقلبون يمينا وشمالا، من يقلبهم؟ الله ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعه بالوصيل يحرسهم ويحميهم، فلم يدخل عليهم أحد أبدا، ومن شاهدهم من بعيد أخذه رعب وهرب الفزع. حماية الله لأوليائه. والآن يقول تعالى وقول الحق: وكذلك بعثناهم، أيقظهم من أنامهم، استيقظوا بعثهم كأنما هم كانوا أمواتا. نعم، والنائم كالميت. لذا قال بعثناهم لأجل ماذا؟ ليتساءلوا بينهم كم لبثنا. بعضهم قال يوما، بعضهم قال بعض اليوم، لأنهم دخلوا الكهف في الصباح وناموا واستيقظوا آخر النهار، فلهذا بعضهم قال يوم، بعضهم قال بعض اليوم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال سيدهم وأصلحهم وأميرهم:
ربكم أعلم بما لبثتم فلا تتنازعوا. هدأ الموقف حتى لا يقع جدل وخصومة. قال تعالى عنه: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وهنا ماذا فعلوا؟ قالوا: فابعثوا أحدكم إلى المدينة، وهي طرسوس في شمال الشام تالي بلاد الروم. طرسوس هذا البلد الذي خرجوا منه. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، والمراد من الورق دراهم فضة، بورقكم وبورقكم قراءتان سليمتان. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة التي يعرفون وعاشوا فيها، فلينظر هذا الذي نبعثه نيابة عنا. وهنا قالت العلماء يؤخذ من هذه الآية جواز الوكالة، يجوز أن توكل أحدا، إلا أن العاجز أولى بالوكالة، والسليم الصحيح كونه لا يوكل أولى، والجواز جواز. فقد وكلوا أحدهم يشتري الطعام لهم نيابة عنهم. مرة ثانية، الوكالة جائزة في الإسلام وتستحب للعاجز وتجوز لغير العاجز. غير العاجز يقوم بنفسه فلا يكلف غيره، ولكن إن فعل جاز. بدليل هذه الآية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أطهر وأطيب طعام يشتري منه، أي لا يشتري الطعام الحرام ولا الطعام الذي فيه خبث، وليكن أطيب طعام. وهذا كلام العقلاء والرشداء، يختار لكم أزكى طعام وأطيبه وأطهره وأنفعه لكم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه، برزق ترتزقونه، أي طعام تأكلونه وتشربون الماء معه. وليتلطف، يا من ذهب ليشتري لنا تلطف، لا تثير الزوابق ضدنا ويجون وراءكم ويقولون من هذا وهذا. تلطف في الشراء، لا تشدد ولا تماكس ولا ولا، كم هذا أعطيني. وليتلطف خشية أن يعرفوهم ويأتوا إليهم وهم هربوا منهم. فلهذا من الحكمة قالوا لأخيهم الوكيل: فلتتلطف في طلب الرزق في الشراء حتى لا تثير زوبعة بينه وبينهم. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يعلمن أحدا بكم، لأنهم ما زالوا فاهمين أنهم ناموا يوما فقط أو بعض اليوم، وأنهم كما خرجوا من المدينة، والمدينة تغير سلطانها وملكها 300 سنة، وتغير الوضع فيها تماما، وأصبح فيها مؤمنون وكافرون. ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ لو قلت لهم لماذا هذا التحفظ، قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. ما زالوا فاهمين أن الدولة ما زالت، والسلطان هو السلطان، والمشركون هم السائدون الحاكمون، وبناء على هذا لو اطلعوا علينا لقتلونا بالحجارة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. إما يرجموكم بالحجارة يقتلوكم، وكانوا يقتلون بالحجارة، أو يعيدوكم في ملة الشرك والكفر والعياذ بالله، أو يعيدوكم في ملتهم وبعد ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إذا عدتم إلى الشرك والكفر لن تفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصايا عجيبة هذه، رشداء حكماء
لأن الله مولاهم، هو الذي علمهم، هو الذي هداهم، هو الذي أرشدهم. كيف يقولون هذا كلام؟ إنهم إن يظهروا عليكم، يطلعون عليكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم والعياذ بالله، وإذا عدتم إلى ملة الكفر والشرك لن تفلحوا أبدا. كلام رشيد صائب سديد. هؤلاء أولياء الله. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، وكما أيقظناهم أعثرنا الآن عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلعنا عليهم أهل البلاد وهم مضطربون، بعضهم يقول لا حياة بعد الموت، وآخر يقول حياة بالأجسام دون الأرواح، وآخر يقول بالأرواح دون الأجسام، وهكذا اضطرابات الجهل. فكانت هذه آية من أعظم الآيات توقنهم بأن البعث حق، وأن الله يعيد الأجسام كما كانت والأرواح فيها. وهكذا أعثرنا عليهم ليعلموا، أي أهل البلاد المضطربين، أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي لا شك في إتيانها. ما المراد من الساعة؟ يوم القيامة، ساعة نهاية هذه وبداية تلك، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وهنا جاء أهل البلاد ومات السبعة أنفار وانتهت حياتهم، واختلف أهل البلاد، منهم من قال نبني عليهم كذا، ومنهم من قال نبني كذا، ومنهم كذا، كل واحد يقول كيف نفعل مع هؤلاء. وقال من انتصروا نبني عليهم مسجدا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا النزاع صار بين من؟ بين أهل البلاد حكامهم وعلمائهم وأفرادهم، لكن الجانب الأخير غالب، قال نبني عليهم مسجدا لا كنيسة ولا بها. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أنه لا يحل في ملة الإسلام، في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نبني على ميت مسجدا. فلا يحل أبدا دفن ميت في مسجد، ولا بناء مسجد على ميت، وذلك بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد. إذن ومرأتان من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرتا أول مرة إلى الحبشة، فرأت الكنائس وفيها القبور والصور، فذكرتا ذلك لرسول الله، فقال لعنهم الله أولئك شراء الخلق. إذا على كل حال سنذكر هذه الأحاديث فيما بعد. والشاهد عندنا لا يحل للمسلمين في الشرق أو الغرب أن يتخذوا مسجدا على قبر، ولا أن يأتوا بميت فيدفنونه في قبر. وهنا ألفت نظركم إلى أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني والرسول حي، أي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي بناه؟ ثانيا، وأن الحجرات الشريفة الطاهرة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكنها بنسائه التسع. ثم من سنة الله في الأنبياء يدفن الأنبياء حيث يقبضون، حيثما يموت النبي يدفن، فلا ينقل ولا يحمل إلى مكان آخر، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فمن هنا لا بيت الرسول بني عليها مسجد، ولا المسجد ولا بيت الرسول بنيت على مسجد. إذ يقول لكم إخوانكم: لماذا لا يجوز بناء المسجد على القبر؟ لماذا لا يدفن الميت في المسجد والرسول مدفون في المسجد؟ ذي الكلمة يقولونها لكم، وهي خطأ. والله العظيم لقد بني مسجد رسول الله قبل وفاته، أليس كذلك؟
ووالله ما دفن رسول الله إلا في حجرته في بيته، فلا شبه أبدا. ولما انتشر الجهل وعم البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب، بنيت القباب على الموتى وبنيت المساجد عليهم ودفنوا، بحيث أصبح في ظرف من الظروف لا تجد مسجدا عتيقا قديما إلا وفيه قبر. عرفتم؟ ويسر الله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله برحمته وطبق سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما ترك قبة في هذه المملكة ولا ميت في مسجد. الميت يؤخذ من المسجد ويدفن في المقبرة، تؤخذ عظامه ويدفن في المقبرة ولا يصلى عليه وفي مسجده. ولكن الحمد لله أننا في ظرف من 50-60 سنة قل ما يوجد مسجد يبنى على قبر أو يؤتى بميت فيدفن في قبر. سبب ذلك العلم، لما علم المسلمون وعرفوا ما يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون حبه وطاعته. لكن قبل العلم حصل الذي حصل. ومن هنا نقول يا عبد الله، إذا وجدت مسجدا ليس فيه قبر فصل فيه، وإن لم تجد ولم يكن في مسجدكم إلا مسجد واحد فيه قبر ماذا تصنع؟ ما تصلي فوق القبر ولا تجعله أمامك، وصلي وصلاتك صحيحة. مرة ثانية، إن كان في حيك في قريتك مسجدان، مسجد فيه قبور ومسجد خال منها، إياك أن تصلي في مسجد فيه قبر، صلي في المسجد الخالي من القبور. وإن لم تجد إلا مسجد فيه قبر صلي ولا حرج، على شرط ما تستقبل القبر أمامك وتصلي إليه، ابتعد عنه. وإن كان مدفون في الأرض لا تصلي فوقه، وبذلك تسلم من هذه الفتنة. مرة ثانية، اسمعوا الآيات. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، حقا وصدقا ولا لا؟ 399 سنين. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لأنهم كانوا فاهمين أن الدولة ما زالت هي الأولى والأمة هي التي كانوا فيها. وكذلك أعثرنا عليهم لما ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه الآية شاهد على وجوب الإيمان بالبعث الآخر، بالحياة الثانية، بالساعة ساعة النهاية لهذه الحياة وبداية الحياة الأخرى. إذ يتنازعون بينهم أمرهم أهل البلاد، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وانتصروا عليهم. ومن هنا لا يقولن قائل، ذكر تعالى أن أهل هذه المدينة طرسوس اتخذوا مسجد على أصحاب الكهف، فإن الشريعة المحمدية الطاهرة النقية نفت ونسخت ما كان من الباطل في الشرائع الأولى. النسخ معروف. إليكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن أصحاب الكهف، فقوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما أنمناهم 300 سنة وتسعا وحفظنا أجسادهم وثيابهم من البلاء ومنعناهم من وصول أحد إليهم، وهذا من مظاهر قدرة الله وعظيم سلطانه، بعثناهم من نومهم الطويل ليتساءلوا بينهم
فقال قائل منهم مستفهما: كم لبثتم يا إخواننا؟ فأجاب بعضهم قائلا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم آووا إلى الكهف في الصباح وبعثوا من عقادهم في المساء. وأجاب بعض آخر يقول بقول مرض للجميع وهو قوله: ربكم أعلم بما لبثتم. فسلموا الأمر إليه وكانوا جياعا، وكيف لا يجوعون؟ فقالوا لبعضهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يشيرون إلى عملة من فضة كانت معهم في جيوبهم، إلى المدينة وهي قيوس، والتي تعرف الآن بطرسوس، التي خرجوا منها هاربين بدينهم. وقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، أي فلينظر الذي تبعثونه لشراء الطعام، أي أنواع الأطعمة، أزكى أي أطهر من الحرام والاستقذار، فليأتكم برزق منه لتأكلوا سدا لجوعتكم، وليتلطف في شرائه وذهابه وإيابه، أي ورجوعه، حتى لا يشعر بكم أحدا. وعلل لقوله هذا بقوله إنهم إن يظهروا عليكم، أي يطلعوا، يرجموكم، أي يقتلوكم رجما بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، ملة الشرك بالقصر والقهر، ولن تفلحوا إذن أبدا، أي ولن تفلحوا بالنجاة من النار ودخول الجنة إذا أنتم عدتم للكفر والشرك فكفرتم وأشركتم بربكم. وقوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي وكما أمتناهم تلك المدة الطويلة وبعثناهم ليتساءلوا بينهم فيزدادوا إيمانا ومعرفة بولاية الله تعالى وحماية لأوليائه، أعثرنا عليهم أهل مدينتهم الذين انقسموا إلى فريقين: فريق يعتقد أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح، وفريق يقول البعث الآخر للأرواح دون الأجسام كما في عقيدة النصارى إلى اليوم. فأنام الله الفتية وبعثهم وأعثر عليهم هؤلاء القوم المختلفين، فاتضح لهم أن الله قادر على بعث الناس أحياء أجساما وأرواحا كما بعث أصحاب الكهف، وهو بمعنى قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي أولئك المختلفين في شأن البعث، أن وعد الله حق، وهو ما وعد به الناس من أنه سيبعثهم بعد موتهم يوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم، وأن الساعة لا ريب فيها. وقوله تعالى: يتنازعون بينهم أمرهم، أي أعثرناهم عليهم في وقت كان أهل البلد يتنازعون في شأن البعث والحياة الآخرة، هل هي بالأجسام والأرواح أو بالأرواح دون الأجسام، فتبين لهم بهذه الحادثة أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح معها. وقوله تعالى: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا واتركوهم في الكهف، أي سدوا عليهم باب الكهف واتركوهم فيه، لأنهم بعد أن عثروا عليهم ماتوا، ربهم أعلم بهم وبحالهم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي قال الذين غلبوا على أمر الفتية لكون الملك كان مسلما معهم، لنتخذن عليهم مسجدا، أي للصلاة فيه، وفعلا بنوا على مقربة من فم الغار بنوا مسجدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. يقول الشارح: غفر الله لنا وله، اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمة، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحذر منه وحرمه على أمته لما يفضي به إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى. فقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروى مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وروى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى عليها أن تجصص القبور بالجس والإسمنت أو يكتب عليها كتابة. نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى عليها. ومع الأسف شاع هذا بين المسلمين، ويعملون القرمود والحجارة على الميت ويكتبون اسمه. نعم، مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة الجهل وعدم العلم. وأن يكتب عليها أو يبنى عليها وأن توطأ. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن علي وغيرهما أن عليا قال لأحد رجاله: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثه على ماذا؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ألا يدع تمثالا إلا طمسه. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سواه بالأرض. ولا صورة إلا طمستها. ولا صورة إلا طمس وجودها. وذكر القرطبي هنا أن الدفن في التابوت جائز لا سيما في الأرض الرخوة، وقال: روي أن دانيال عليه السلام كان في تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السلام. هذه مسألة ما تعرضنا لها. يجوز الدفن في الصندوق من خشب أو من حديد للحاجة لضرورة، الأرض فيها مياه، تبهتم، ما تصلح للدفن، يدفنونه في صندوق من خشب، يجوز هذا. يوسف عليه السلام دفن في صندوق من زجاج، فهمتم؟ هذه يجوز دفن الميت للحاجة في صندوق سواء من خشب أو من حديد، جائز. نعم. من هداية الآيات: أولا، مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته. مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته، من أين أخذنا هذا؟ من هذه الحادثة كلها، من هذه القصة كلها، تدل على علم الله تعالى وقدرته. نعم. ثانيا، وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما. وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس وغيرهما، من أين أخذنا من هذا؟ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. نعم. ثالثا، الموت على الشرك والكفر مانع من الفلاح يوم القيامة أبدا. من هذا إذ قالوا: ولن تفلحوا إذا بل إن اطلعوا عليكم يرجموكم أو يعودوكم إلى كفركم وشرككم، وحينئذ لن تفلحوا أبدا. ولهذا لن يفلح الكافر والمشرك أبدا، ولن يفوز بالجنة بحال من الأحوال. رابعا، تقرير معتقد البعث والجزاء الذي ينكره أهل مكة. تقرير ماذا؟ معتقد البعث والجزاء. معتقد البعث والجزاء الذي أهل مكة يكفرون به ويستهزئون من رسول الله ومن القرآن. كيف بعدما تريم أجسامنا وتصبح عظام نعود أحياء كما كنا؟ ففي هذه الآية بينت لهم الطريق. 309 سنين والناس نائمون وأحياهم الله،
هذا يعجل على أن يحيي الناس بعد موتهم؟ هذا بعث واضح كالشمس. نعم. خامسا، مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله إن أولئك وقوله إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة. هذا دلت عليه الآية أنهم اتخذوا عليهم مسجدا. نعم. سادسا، مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذ قد بنى المسلمون على قبور الأولياء والصالحين المساجد بعد القرون المفضلة حتى أصبح يندر وجود مسجد عتيق خال من قبر أو قبور. صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فاتبعنا الأولين ممن كانوا يبنون على المساجد فبينا على المساجد.